ما تقربش يا نوري. افهميني. افهم ايه؟ ها افهم ايه؟ هو انت كل شوية تعمل حاجة تزعلني وفي الاخر تطلع غلطان وعايزنا سامح وعدي؟ انت ايه؟ انا بحبك، انا عارف ان مش ذنبك وان اللي زيي مش لازم يحب، بس بحبك. نور بصت له كتير وهو مرة واحدة شدها لحضنه بتملك شديد وحب. آسف والله، غصب عني أمد إيدي عليكي، بس ما تعرفيش إيه اللي حصل لي أول ما لقيت ابن القريب منك وأنا محذرك، صح يا نوري؟ مش أنا محذرك أكتر من مرة ومنبه عليكي، صح؟ بس دي أمي، أمي يا سليم. حقك عليا يا نور عيني. خلاص بقى يا نوري، يا رب كانت ايدي اتقطعت قبل ما مدها عليكي. بعد الشر عنك. ها صافية لبن؟ بالله نفسي اعرف انت بتعرف تغير رأيي ازاي، والمشكلة اني ببقى مقررة اني مخصماك بس في الاخر بصالحك. قدراتي دي يا نوري. مغرور. خرجوا وسيدة لسه واقفة في مكانها بس هي لوحدها، مفيش حد خالص موجود غيرها. أول ما سمعت الباب اتفتح رفعت عيونها بلهفة وعيونها تقابلت بعيون نور. سيدة نزلت عيونها بندم وقالت: روحي يا نور مع جوزك وما تجيش هنا تاني، المكان ده مش مكانك ولا يشبهك. دفعي عن نفسك، أرجوكي قولي أي حاجة. إيه أسبابك؟ أرجوكي قوليلي، ما تخلينيش أكرهك، أنا لسه عندي أمل فيكي. ادفنيه، ادفنيه الأمل ده. أنا ست مش كويسة، أنا وحشة، سبت بنتي علشان أنانية، فكرت في نفسي وبس. امشي يا نور واسمعي كلام جوزك سليم بيه. أيوة. بالله عليك يا باشا خلي بالك منها، ولا عمرك تجرحها ولا تعايرها بيا، هي مش زي أبدا، دي تربية مجاهد بيه، والنبي خدها بالراحة وهدوء، لسه صغيرة مش فاهمة حاجة. أنا واثقة فيك ونظرة الحب اللي في عينك دي هي اللي مطمناني. سليم هز راسه ومسك إيد نور علشان يمشوا من المكان، بس نور لسه واقفة رافضة تمشي، دموعها بتنزل من غير صوت ونظرها مسلط على سيدة اللي بتعيط وبتهرب من عيونها. نور غمضت عيونها بمرارة وجريت على برة وسليم وراها. سيدة قالت بدموع: أنا أسفة، ما كانش ينفع تعرفي الحقيقة عندي إنها تفكرني إني وحشة وتكرهني، ولا إن الحقيقة تتكشف. نور أول ما وصلت جريت على فوق، سليم لسه هيطلع وراها بس قطعوا نداء مجاهد: حصل ايه يا سليم تاني؟ سليم حكاله اللي حصل. انا هتجنن يا سليم، والله هتجنن، سيدة دي ما كانش في حد في طبتها وادبها واحترامها، مش عارف ايه اللي حصل لها، بس انا حاسس ان في حاجة غلط في الموضوع، في سر. عن اذنك يا جدي، الوقت اتأخر. اذنك معاك يا ابني. اخدت دواك؟ ايوة يا ابني اخدته. وامي والله كانت قلقانة خالص عليكم وكانت مستنياكم، بس الوقت اتأخر وأشرف أصر عليها ترتاح من تعب الحفلة ونامت. راح للمطبخ وطلب من الخدامة كاس عصير وأخده وطلع لنور لسه بيفتح الباب، اتصدم وبرق بعيونه بصدمة. نور كانت مشغلة التلفزيون على أغاني ولابسة بدلة رأس وبترقص باحتراف ومسكة في ايديها سجارة وقدامها ازايز فوتيكا. سليم قفل الباب بسرعة وحمد ربنا ان الجناح عازل للصوت وقال بصدمة: ايه اللي بيحصل هنا ده؟ سولي حبيبي تعال ارقص معايا. سليم بلع ريقه بصعوبة وراح اخد السجارة من ايديها بعصبية: جبتيها منين دي؟ فاكر لما كنت قايل لي نامي وانا قدامي شغل كتير؟ ها انا ما كنتش نايمة،
أنا كنت صاحية مستنياك علشان ما بعرفش أنام غير في حضنك، وإنت ساعتها كنت بتشرب دي، وشفتك وإنت بتفتح الخزنة وكان في كتير منها والإزازة دي كنت شفت كتير من اللي في الحفلة بيشربوا منها، وكان نفسي أجربها قوي. وبعدين إيه رأيك فيا، أنا ولا اللي في التلفزيون؟ نور أنت مش في وعيك، أنت حلو قوي يا سليم، سولي حبيبي شلني ولف بيا، خد الإزازة دي اشرب يا نور اشرب. بعد شوية سليم سكر وهو بيجري ورا نور. يا نوري اقفي بس، لا انت قليل الأدب يا نور، استني هاخد بس بوسة واحدة بريئة. يا قليل الأدب يا باد بوي انت. طيب نلعب عريس وعروسة؟ لا نزلني نزلني يا سولي. اتهدي بقى، هديتيني يا شيخة. نام نام الصباح رباح. سليم اخدها في حضنه ونام. الصبح نور صحيت واتصدمت من اللي هم فيه. سليم زعلان منها وبيبص للجهة التانية. ينفع اللي عملتيه؟ لا بس حبيت اجرب وكده. انت مراتي حلالي، تعملي اللي انت عايزاه، ارقصي البسي اللي انت عايزاه طالما في بيتي وليا. ماشي، انا قصدي على الفوتيكا يا نور والسيجارة. انا بس حبيت اجرب زيك وانت كنت. نور مالكيش دعوة بيا، انا تعودت على كده. وبعدين انت مش بتصلي وعارفة ربنا كويس، وعارفة ان الخمر حرام، ازاي تشربيها؟ ايه خمرة؟ هي دي خمرة؟ لا امها، دي فاتيكا يا ابلة. بالله ما كنت اعرف يا سليم، انا لقيتهم بيشربوا منهم تحت. و اهدي وامسحي دموعك الاول كده. والله يا سليم ما كنت اعرف. خلاص اللي حصل حصل وما تكرريهوش تاني. حاضر. انت لسه زعلان مني؟ ايوه لسه زعلان، اسفة. طيب اعمل ايه علشان تسامحني؟ فضلت تصالح كتير في سليم لحد ما تصالح، وبعدين قالت له، هو مش انت عندك شغل ولا انت مش رايح الشركة النهاردة؟ بفكر ما روحش النهاردة واقضيه معاك يا جميل انت. لا روح واجي معاك. لا مفيش الكلام ده. ليه بس كده يا سولي؟ بقى علشان خاطري. وبعدين والله هفضل معاك في نفس المكان وهسمع كلامك، بالله عليك بليز. ما اقدرش على زعرك. ماشي البسي بس بسرعة بقى وطلعيلي لبس النهاردة. بس كده من عيوني فريرة. ايه رأيك؟ وكمان هنلبس زي بعض ولوني المفضل بيبي بلو. انت عايزاني انا البس بيبي بلو؟ ايوه. وبعدين انت ما بتزهقش من الاسود؟ نوري هي كلمة ومش هرجع فيها، ما بلبسش الوان، طلعي الاسود. طيب ولو قلتلك علشان خاطري بليز؟ بالله انت جننتيني وهرجع في كلمتي علشانك. هاتي اما اشوف اخرك. واخدوا ولبسوا. واو ايه ده، جنتل قوي. طول عمري يا نوري، بس المرة دي احلى ونيو لوك جان قوي عليك. وبعدين شكلنا حلو قوي ولابسين زي بعض، انا فرحانة قوي. اعيش وافرحك يا نوري اكتر واكتر. نزلوا وصد ضحكتهم مالي المكان. سارة بفرحة وهي شايفهم حلوين وقلقها اختفى. الحمد لله يا رب، يا رب يفضلوا حلوين مع بعض. اشرف قال بضحك، الله الله الله، ويجي اليوم اللي اتغير الاسود فيه يا استاذ سليم. انا مش اي حد برضو يا بابا، انا نور اللي ما يقدرش يرفض لي طلب، صح يا سولي؟ راحت سلمت على جدها وبسته من خدوده وبست ايديه. جده حبيبي عامل ايه؟ بخير يا نور عيني طول ما انت بخير. ايه ده يا جدو، هي الناس بتكبر وانت بتحلوي يوم عن يوم ليه كده؟ نور قعدت جنبه وبتضحك مع الجد
وفجأة حست بإيد سليم بتقرصها من فخدها. بصت له بوجع، بمعنى في إيه؟ طول الطريق نور بتبص من الشباك ومتجاهلة سليم. سليم مسك إيديها وهو بيسوق وبسها بحب. حقك عليا، بس انت عارفة اني بغير عليكي. سليم ده جده، وبعدين ده هزار. الله، انت وجعتني على فكرة. حقك عليا. ايوة اعمل العملة وانا عدي ولا كأن في حاجة. هجيبلك بوكس شوكولاتة. اذا كان كده ماشي. لا والله. اه والله. سولي حبيبي، هات تليفونك علشان نتصور، وعايزة نزلها ستوري. لا بجد، وانت عايزاني اوافق؟ انا لابسه طويل وانت معايا كمان، وبعدين علشان خاطري. وده ليه بقى؟ انا هقولك الحقيقة، علشان اللي اسمها هانيا دي تشوفنا وتتغاظ وتعرف انك بتاعي انا وبس. سليم فرح بنبرتها، وهو بيديها الفون خبط في العربية اللي قدامه. نزل يشوف فيه ايه. في العربية التانية نزل شاب بعصبية. ايه الغباء ده؟ من غير شوشرة عايز كام حق التصليح؟ ايه قلة الذوق دي؟ ده بدال ما تعتذر. اخلص، مش فضيلك. الشاب لسه هيتكلم وفجأة اتصدم وجري على نور وقال بصدمة: حورية، انت عايشة بجد؟ انا مش بحلم. نور جريت على سليم وحضنته بخوف. حورية مين؟ انا نور. لا انت حورية، انت هبل ياض ولا عبيط؟ دي مراتي. حورية يا حبيبتي، انت مش فاكراني؟ انا مالك حبيبك. انت مين انت يا ابن الغور؟ احسن لك بدل ملعب في وشك البخت. غور قال حبيبك؟ قال حورية يا حبيبتي، انا ندمان والله ندمان، انا بس عايز فرصة. انا رحت السيدة و ماما. اهو شفتي، انت حورية حبيبتي. لا ده انت شكلك مش هتجيبها البر معايا. سليم، سليم استنى، انا عايزة. اسكتي، في ايه يا عم؟ ما تزعقلهاش. وانت مين انت ياض علشان تقول لي اعمل ايه وما اعملش ايه؟ وشد ايد نور بعنف وقال بسخرية: المالك، حلوة الدخلة وتمثيلك برضو، بس روح للي بعتك وقول له ما دخلتش عليا. نور قاعدة في العربية بصمت وبصة للفراغ بهدوء مزيف. اوعي تكون التمثيلية البايخة اللي حصلت من شوية دي دخلت عليكي. لا يا سليم، قلبي بيقولي ان في حاجة غريبة. نعم يا روح امك. وحس بحاجة غريبة ناحيته. نعم يا روح امك. سليم. سليم ايه وزفت ايه؟ حاسه بايه يا اختي وقلبك ماله؟ حاسه باحاسيس غريبه وقلبي بيدق جامد، حاسه اني كنت اعرفه. نور اتعدلي، هو ايه اللي حاسه باحساس غريب وقلبي بيدق جامد؟ انت اتجننتي؟ اكتمي، مش عايز اسمع حاجه. على فكره انا بقول الحقيقه، ولا عايزني اكذب عليك؟ نور اكتمي، انا المرة دي مخصمك خالص، ولو عملت ايه حتى لو جبتلي بوكس شوكلت من الكبيرة كمان. سليم فضل يسوق بسرعة وهي قالت له بخوف: سليم بقولك في ايه، اهدى، هدي السرعة شوية. هدى السرعة ثواني ووصلوا للشركة. نزل وهو ماسك ايديها بتملك تحت همسات ونظرات الموظفين. نور قالت بهمس: محسسين ان الملك جه، وبعدين هو بعبع علشان يخافوا منه. ومين دي كمان اللي عاملة زي البلياتشو دي؟ السكرتيرة قالت بدلع: مستر سليم حضرتك جيت؟ لا يا حبيبتي، لسه في الطريق وده خياله. وانت مالك؟ هو انا وجهتلك كلام؟ انا بكلم مستر سليم. مستر سليم، حضرتك غبت امبارح ليه؟ في حاجة؟ قلقتني عليك. ليه يا ماما؟ عيل صغير، وبعدين كان معايا مع مراته. وشدت ايد سليم بشراسة ودخلت مكتبه وقفلت الباب في وشها. سليم قال لها: مش اسلوب ده بجد؟
وبعدين ماله أسلوبي يا مستر؟ غيرانة، وأنا هغير منها ليه؟ وبعدين أغير من دي؟ دي شبه الساحرة الشريرة اللي في الكرتون، وبعدين أنا مخصماك قلت. طيب. نور بصت له كتير وزعلت، وراحت وقفت في الفراندا ثواني وشهقت بخوف من ارتفاعها، وقالت ببراءة: يا لهوي، ايه ده؟ هو احنا في الدور الكام؟ ايه ده؟ دي سحابة. هو احنا في الدور الكام بجد؟ ثواني وحست بايده وهي بتحوطها وتشدها لحضنه بحنان: احنا في اخر دور المية. يا لهوي بجد، واو، شوف يا سليم المنظر حلو قوي، وشوف الناس عاملة ازاي، صغيرة قوي زي النمل. تعرف اني بخاف من المرتفعات، بس طول ما انا معاك ما بخافش من حاجة. قاطعهم صوت خبط على الباب: ادخل. دخلت السكرتيرة بفستانها القصير وفضلت تتمايل بتحاول تلفت انتباهه: مستر سليم، الوفد الايطالي طلب بند جديد وغيروا الشروط. يعني ايه؟ يعني ايه غيروا البنود؟ هو شغل عيال ولا ايه؟ هما ما يعرفوش هما بيشتغلوا مع مين. غوري على شغلك. حاضر. اهدى يا حبيبي، وان شاء الله كل اللي انت عايزه هيحصل. تعرف يا سليم، كان نفسي اقضي وقت كبير مع بابا، كنت بحبه قوي قوي يا سليم، وكان بيحبني قوي وبيدلعني. انت بتفكرني بيه قوي في حنانه ودلعه ليا، وحتى كمان ما كانش بينام غير لما العبله في شعره. وحشني قوي قوي. ربنا يرحمه يا نوري. وبعدين انا مش ابوكي برضو ولا ايه؟ انت كل حاجة ليا يا سليم. اوعدني يا سليم انك عمرك ما هتيجي عليا، ولا حبك ليا يقل. عمري. انت النور اللي جه ونور لي حياتي. في حد عاقل يسيب النور ويروح للظلام؟ انا بحبك قوي، وانا بعشقك يا قلب سليم. عدى شهر والحياة بينهم في منتهى السعادة، وعلاقتهم بتقوى يوم بعد يوم. في يوم كانت نور قاعدة في الجنينة بتقرأ رواية ومنسجمة، قطعتها الخدامة باحترام: نور هانم، في واحد طالب يقابلك ضروري. ما قالش مين يا منمن؟ ده أنا. مالك حبيبك؟